حد يكلمه كله بسنسة. تمام. على بيتر زوم ما كانش بيسافر جرب أربعين سنة مهرجان القاهرة، فالمهرجان ببص لتاريخه وأصالته وتأثيره على المنطقة والمجتمع السينمائي، وبحاول يسترد ده بشكل قوي، وبحاول أنه يبص للمستقبل، وبحاول أنه يواكب التغيير ويواكب العصر الجديد، لأن المهرجان لازم مش بس يقدم أفلام ونجوم، لازم كمان يقدم شيء للصناعة اللي هو بيستفيد منها وبيخدمها. فدي الرسالة بتاعتنا السنة دي في مهرجان القاهرة. أنا شايفاه مهم لصناعة السينما عامة والمصر والوطن العربي، يعني ما يكون في كل المهرجانات وخصوصا اللي ليها إشعاع كبير ومهرجانات الدولية بتدي انطباع إيجابي جدا طبعا على بلدنا، بتعرف بالثقافة العربية أكتر وبالأفلام والسينما العربية، وبيبقى فيه كمان احتكاك ما بين السينمائيين العرب والأجانب. في المسابقة الدولية فما 16 فيلم وأفلام متنوعة ومختلفة ومن بلدان مختلفة، فما من الفلبين، فما طبعا من أوروبا، فما من إفريقيا، أفلام مختلفة ومتعددة. وأظن هذا اللي يعطي الطابع الخاص لمهرجان القاهرة، لأنه مهرجان اللي مش مرتبط بمكان فقط، مهرجان عالمي في أفلام مختلفة، ويعطي فرصة للمشاهدين أنها تطلع على أفلام من باك جراوند مختلف، من تقاليد مختلفة، فهذا مهم جدا. المهرجانات اتطورت جدا، صناعة المهرجان بقت من صناعة بتعمل دخل قومي احيانا، وانت دولة عندها منتج سينمائي من 110 سنة، عندها نجوم العالم العربي بيحبهم ويحترمهم ويتابعهم.